السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الموت ديال الضحك مع تحفة. ما سميتو تحفة حتى راه تحفة نيت. أول مرة مشى الأمريكان في 2000، أول خدمة ديالو كانت غتدي للحبس. وبينما تحفة كيحكي لنا هاد القصة، ولدو غادي يدير أكسيدون مباشرة. ما تعرفوه لا تحفة ولا محمد باسو. ديروا لايك. ديلي هدو هدو ودي لي زين زين وخميعو من تنين 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 دير أبوني. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد. اللي يلبس لبس قدك يواتيك من الأخر. أس بسو قدكم يواتيكم الله يرحم لكم الوالدين. ولينا نحشموا ولاو القضايا ديال المغاربه في المحاكم وحشومه. لا الحشومه والله الحشومه. هذا الوضع هذا ما هذه نصائح ربما قد تغضب البعض ولكن هذا هو الواقع. او كاينين شي عيالات اللي كينغلو بلا جيو هنايا وبداو سيري مع راجلك في نفس النيفو. سيري راعي تقي الله في زوجك كاين عندي وياه هنايا وكتمو غاديين بشويه بشويه. راه ما كاينش شي واحد كيجي من الدقه الاولى كيوصل. عباد الله راه سرحنا الكوابن هنا غنبداو نضحكوا. ولكن باش نوضعكم في السياق ايها الاخوات والاخوان، هو انه كيهضر هنايا على دوك المغربيات اللي كيتزوجوا بمغربي في الغربه. فاش كيوصلوا للغربه كيلقاو الوضع شي شويه اقل من المتوسط ديال الزوج ديالهم، ما كيعجبهمش الحال وكيتسيفوا عليه. هذا هو الموضوع. ولكن هو غيعاود لنا القصه ديالو الحكايه ديالو بواحد الطريقه هزليه الموت ديال الضحك. عباد الله راه سرحنا الكوابن على تحفه في 2000. هو تحفه ديال دابا راه سرحنا الكوابن. ما عاقلين شنو طرا ليا اول بعدا تسريحه ديال الكابينه شنو طرا ليا فيها. راه كنت غنمشي للحبس. ها المشاكل غتبدا. علوني اول الهاوس مان وانا عاطيني واحد الراديو. ولد فاطمه من الحماره للطياره عاطيني الراديو وحلقوه هنا تيطرا ليا بحال السناوي. يلا قتلوه ولا عوه في البحر. عاد كيدك الراديو كينقز اوفر كنقز معاه اوفر. قالوا لي سير لواحد الشومبر كاين واحد الكندي حط واحد البركة قدوك حشاكم حطها ونقلينا الطواليت. قال لي سير نتشرف لو طيب اللي كي سرحوا بها. وديتها خوكم مازال جديد وجيب لك شي المغرب. قلت لي او سكيب او سمين حل 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 هاي هاو ار يو. قال لي منين انت؟ قلت لي من المغرب. قلت له تشي منين؟ قال لي من كندا. سمعوا الفرنس. قال لي كدوي فرنساوية. قلت لي ايه تشي ندوي فرنساوية وانا نعيق عليه بداك الشيء اللي كنعرف فرنساوية. قلت له فريمون تو سي با سكو تو غات وعلي فازي تو سي با سكو تو غات علي فازي علي فازي. بقيت عليه بوست تليفون تيليجرام بي تي تي بي تي لو فيرب دونسي او باسي كومبوزي جي دونسي تشي دونسي لا دانسي. داك الفرنساوي ديالي جيت روان معاه هو. عندك البركه اللي حطها في الطواليت كنتفكر دابا سمعتوا الفرنسي كي داير غنمد عيني بحالك وكندير لها تنطلق الموت ندير لها فت 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 فت. مشات هذيك البركه مشات بسرعه مشاكل. شد هذيك اللعيبه كنخشيها في الميكا باش ما تقطرش ليه. ديك اللعيبه تنلوى على تميت غادي. قال لي مون امي ميرسي بوكو هو يجيب هذا 10 دولار ويعطيها ليا. اوا 10 دولار في جوج ثواني. ناري ناري على امريكان شحال زوينه. ناري 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 10 دولار وانا خدام الساعه. اوا هاد الخدمه فيها البور بوار. بنادم مش يقول لك عطيني فوطه تدي فوطة للبيسين تنعطيها لي تعطيك 5 دولار. ويلي 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 اللاقة ويلي 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 اللاقة يا وليدي. عطاني ليك 10 دولار خوكم 5 ثواني 10 دولار
بالفرحة شديتو قلت ليه منامي ميرسي، جريتو ضربت عليه بوسة هنا بوسة هنا باش تنجر هو راه مغربي بالله، ولكن انا جريتو قلت ليه عشيري والله ما تعرف جريتو درتي ثانك يو فيري ماتش صدم خديت قلت ليه اغا فواغ هبطت بحالي كملت الخدمة مشيت لداري غاتشاني قلت ليه غادي نجي مع الثلاثة معايش عقلو معايا مع الثلاثة كنخدم من الثلاثة ل 11 ديش شايف حالك هذيك اللعبة الفتشة النشيطة هو اللي كيدير البوربوار عرفتي عرفتي شنو خطيرة كنخدم كتبي بديت بشي 8 دولار واقيلا الساعة بوربوار كنخرج ب 100 دولار وكنحسبها بالدرهم تنقول ويلي 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 خرج ب 20 فري النار ويلي 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 إن الحياة الجميلة ويلي ويلي بعض المرات تخرج ب 200 و 40 فري تحسب باقي تنحسب بالدرهم جاي داخل باش نكلوكي ان باش بوانتي مانجر ديال هذاك المدير ديال ذاك لوطيل المغربي سميتو السي الغالي الغزال ديالي الحبيب ديالي سي غالي اكرم زي سرك ماك سرك ماك سرك ماك تعاوتاني غندبر على شي 200 دولار واحد اخر سرك ماك سرك قال لي تحفه قلت لي نعم قال لي اجي لهنا روح كي السي الغالي لاباس بخير بعد السي الغالي نقول لكم السي الغالي كي السي الغالي هو المدير وكي المدير العام مع الامريكاني دابا بشي الله جيت نخدم تعرفوا ودي اللي عروبي يا عروبي دابا هو راه فهمني بان هذاك هو المدير العام هو كل شيء هذاك راه هو كل شيء مول الوطيل هذاك هو كل شيء ما تنسلم عليه ما جايب داك الشيء ديال المغرب تنسلم عليك يقول لي سير هاو ار يو ويقول عيط على المانجر المغربي قال لي هذاك مي كيتسلم عليا علاش كيتحنى مولفين هنا بالحيس كاب هذاك علاش كي وانا راه واخا يكون جد بو هو المدير ديال لا نازا هو اللي شاد الساتلايت ديال العالم سلم عليه هكا ولا بلا ما تسلم على بوه كاع مع قالوا لقى المدير العام كيمشي عندو سيدي لاباس والدراري صحيحه كلشي بحال عاد تعلمت من بعد راه كلشي بحال بحال هنا شفتوا الفرق كيداير سبحان الله العظيم هنا في المغرب تكون عندك الطوموبيل الفلوس ردوك سيدي ومولاي وردوك حاج كاع ونعيطوا لك الحاج وانت ما حاج ما والو وما ساوي حتى بصله فقط حيت عندك الفلوس صراحه قاعده خايبه كلشي بحال بحال سلم عليه ديك السيبه مع لك تعلم وتمي الداخل ويقول لي الغالي اجي 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 شنو قال لي ما تمشيش تكلوكي ان يعني ما تبوينتيش دخل عندي البيرو وانا ندخل عنده البيرو المشاكل غتبدا انت بخير قال لي قال لي مجوج ياك اخي تشوفه قلت له مجوج راك تعرف كل شيء راه معمر لورا قول لي الكندي الكندي ما عندكش شي ميولات واحده اخرى فهمتي زعما الدراري قلت له احتار مراسك احتار يسحبني وجه قمز فيا يسول يسحبني وجه قمز فيا انا بغاني اعود يا العياذ بالله يا عيد بالله من الشيطان الرجيم سير تقول اودي يا سي الغالي احتار مراسك شويه مساكين صنتي لم كان لخت صنتي قال لي فيك تي البارح دبرت عليها قال لي الخدمه مشيتي لواحد الشومبر فلان فلان لقيتي واحد الكندي الكندي لقيت واحد الكندي سرحت ليه طالك انا 10 دولار ضربت عليه ترس مشكله قال لي وعارفني حنا هنا ما كنتباوسوش الرجال حتى شي واحد ما عارفه ما عارفينش الناس امريكان الرجال ما كيتباوسوش ماشي دوك كتحط كتفك هنايا ودير لي ام ما كيتباوسوش عيب صح البوسان ما عرفتش انا في المغرب تنقوم نتباوسو هذاك البوسان انا اول حاجه كنفكر فيها في المغرب هو البوسان سيرتو باش تمشي للعروبيه دابا باش مشيت للجمعه وداك الشيء تبقى تبوس 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 كاع جوج بوسان ربعه كاع تراك تبقى تهبط على عمتك تتبقى شاداك موح 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 كتبغي تدور الحنك لا هاد البوسان اش هاد القاعدة عندنا في المغرب اش هاد القاعدة صافي بوسان الرجال بوم اللي شتي راجل باس راجل عرفو كاين انه عرفهم قزحيين
فكرني في صباح العيد الصغير وصباح العيد الكبير. راك باش كيسلموا عليك الصباح حمكك كيضرك. قال لي سلمتي لي؟ قلت لي سلمتي لي؟ قال لي كيفاش؟ قلت لي بستو. قال لي تبوسك لفعه. تبوسك لفعه يا ولد الحرام. علاه في الاورينتيشن ما قالناش ليكم؟ قلت لي ما قال لي حد. الله كيجبد يا وليدي حد الرابور كاتبو داك الكندي. يا لطيف يا لطيف. في شي 70 ورقه مشيتي فيها وبدا يدوي لهم مشي على البوسان ومشى على الاضرار النفسيه اللي خلفتها لي انا جراء تلك القبله. هذا هو المشكل الكبير. وانا ما عارفش عمتي كان بدا البوسان من هنا 70 بوسه ما عارفش عندنا في المغرب اللي كيبوس وكيبدا يدفل. لا بس عليك تفات امك مزموريه كي دار. لا تبوسني تتسالي البوسة عدوي تتسالي البوسة عدوي تفا فمك زمور ياكل دعرات حالو بحال زينب الخيار يا ناجا دابا زينب الخيار فيها ما يتباس. هادك خاينك كاتب شي ورقة يا وليدي فيها شي ساعات كاتب رابور فيه شي 30 ورقة ويدوي على الأضرار النفسية اللي خلفت ليه بدكش. قال لي الغالي دابا شنو غادي نديرو؟ دخون مارش ودير النادي في الحبس. هادي ساكشوال هراسمنت هادي تحرش جنسي. جا الله الاخر ما عيطش للبوليس عطى الرابور غير غير المدير. هو تيظن بان المدير هو اللي غيعيط لي انا على البوليس. عندك الزهر. كان شي مدير بعد امريكاني راه عندي الزهر راه يعيط لي على البوليس. ايش داري؟ What do you want بابا؟ والتحفة يتصل. اوكي حادثة سير ولدو دات سيدان واش عيطتي على البوليس؟ من الأحسن عيط البوليس ما يديرش كوستا حبيه. نو نو يو كول ذا كابس بابا. كول ذا كابس. يا كول ذا كابس. جست ار يو اوكي؟ نوتينغ هابند. عيط البوليس. وقع والو. يلا فين فين هاد الشطره؟ ما وقع والو غير الطوموبيل اللي شويه تحست. اوكي 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 يلا باي. اوكي دا ولدي شي واحد ضرب لي الطوموبيله من اللور وقال لي واش نديرو ديروا شي حاجه حبيه ولا شي لعيبه. قلت لي لا عيط على البوليس باش يكون داك الشيء قانوني قانون صحيح. فين وصلنا؟ في كنا فين فين وصلنا فين وصلنا فين وصلنا تشيلني ودي قلنا سيدي على العين. قلنا سيدي قلت لكم كون كان شي امريكاني يكون عيط على البوليس صحيح ونصدقوا داخلين الحبس على ود بوسه بوسه. ديري كنت خاطر البوليس وانا ما يلاه جاي جديد ما عارف والو. كون مشيتي فيها اش يديروا لي في الحبس؟ مشيتي فيها من على 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 اين؟ مع براني الاخر عنده الباسبور. قال لي بقى هنا وعيط على داك السيد. قال لي شوف هاد خونا في الله وراه الباسبور وراه تاريخ ديال الدخول ديالي لامريكا جديد. قال لي شوف هاد خونا في الله ما عرفش الامريكا ما عرفش التقاليد بامريكا غريب. الناس اللي كنعزوهم ولا الناس اللي كيكونوا قرابين لينا ولا الناس اللي كنبغيو نشكروهم تنسلموا عليهم بالعنك. الله ها هو السيد تاريخ الدخول ديال الامريكان ها العيبات ديالو ولك والامر بين يديك ولك واسع النظر. الاخر عاد فهم قال لي ولكن خصكم تقولوا لي وهذا وهذا عاد فهموا والى اخره خير الى اخر ذلك. ولكي يرضوه ولكي يرضوه اعطوه ديك الاقامه ديالو في ذاك الاوتيل ذاك الاسبوع كانت مجانا مع فري تيكتس تيكيتات لديزني وانا منعو عليا نعاود نتلاقى معاه يعني من ذاك الفلور ذاك الطابق اللي هو فيه منعو عليا نمشي
نمشي ليه يعني ولد الحرام نفعيلو عطاني 10 دولار صدق ضارب معايا شي 5000 دولار وانا تعاودت ليا الاورينتيشن تعاود ليا من جديد ها شنو خصني ندير ها شنو ما خصنيش ندير فورماسيون ها شنو ما خصنيش ندير. علاش كنقول هاد الهضره اخواني اخواتي الله يرضي عليكم؟ هذا الموضوع جابوا هاد النسبه ديال الطلاق المهوله اللي ولات في الخارج اللي ولات ما بين مغاربه الخارج، ما بقاتش موده، ما بقاتش رحمه، ما بقاتش انا يزعجني ازعجني. واحد النهار قسما بالله اش قال لي واحد السيد، قال لي في قهوه، قال لي تحفه سلفني واحد 400 دولار بين ما خلصتني مراتي في الكره. والله أزعجني هذا الأمر، أزعجني هذا الأمر لحق لا يطاق. قلت لي يا صاحبي 400 دولار هي كنا ما قلتيش لي شنو طاري، كيف سلفني تتخلصني مراتي في الكرة؟ أنا ما فهمتش كيفاش أنت تدفع مراتك فلوس الكرة. تخيلوا معايا راجلها وساكنة معاه مرته في الدار وكتخلصوه في الكرة، واش هذه حياة زوجية دابا في نظركم؟ اش هاد الحياه واش هاد الروينه واش هاد الفضيحه؟ اش شويه ديال التفاهم وشويه ديال الانسجام والتعاون عباد الله؟ انا ما فهمتش هادي، انا والله ما فهمتها. هو هاد الهضره قلتها ديك النهاريه وكاين في الاعاده افاده. انا ما فهمتش سلفني تتخلصني مراتي في الكره، واش انت كيري لمراتك؟ هضره عيبه صاحبي، هضره مقززه صاحبي. تتخلصني مراتي في الكره، وصلت لهذا الحد هذا وتتخلصك مراتك في الكره؟ انا هادي المراه هادي كنت لقيت معاها نقول لها شارجي، ما يمكنش يا صاحبي، موده ورحمه بينكم. تشارجي مرتك تقول مراتك تخلص الكره خاصها تشارجيك على الشيء الاخر؟ عاد نقول لك واحد القوي، واحد تيقول لمراته خلصي معايا الكره، بيني وبينك تفل مو في الماكله، تقعد تفليه في الماكله. حق الله على العظيم، هذه دعوه يعني اصاحبي. اتقوا الله في زوجاتكم، والزوجات اتقوا الله في ازواجهم. اللي قالت لي اللي قال لمراته خلصي معايا الكره تفلبوه في الماكله من الاخر. الا ما ديروهاش حشومه، ما فهمتش هذه المساله. نعيشوا فلوس هي فلوسك، آه عباد الله، فلوس مراتك هي فلوسك، وفلوسك هي فلوسها، وتوادوا هذا ديروا واحد 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 القضية. أنا ولك يا ربي تكون مراتي ما كتسمعنيش، بلاتي بلاتي لكن حرام الفعيلة كتصنط لي تحت بلاتي، لكن الآن في وش كتخرج واحد النصيحة نعطيها لك. الله يتحمق هذا. خايف تكون كتفرج فيه مباشر. ما كتفرش صنعتش لي والله، ما كتصنعتش والله، ما كتصنعتش. واحد القضية هنا ديرة، عاطي كل شيء لمراتي قسما بالله. أنا كنقول لها عطيني باش نتقهوى، كل شيء عاطي لها، محملة معايا المسؤولية كاملة، عطيني باش نتقهوى، هاك كل شيء في يديها. جميل جدا، انت ديري ليا تفاهم حاجه الله يرضي عليك، دوزي تقضي ليا. دابا عاقت بالقالب ولا تقول لي لا خويا هز عليا مسو. هكا صحي، ما يمكنش. انا اللي بغى يكون سعيد حمل مراتك المسؤوليه، حط لها كل شيء في يديها، كل شيء فيديو. قول لها شتي، انا بحال دابا انا مراتي كنقول لها شوف عاري وعار ولادي بين يديك، ها هو كل شيء، تقي فينا الله، صحيح، شوفي فينا وجه الله، وكلينا لبسينا شربينا سيرينا. انا الشيء الخارجات اللي كندير مثلا العطله ديال الصيف مع ولادي، انا والله ما كنخطط فيها شي حاجه، لا اخطط. شي دابا تسولني انا دابايا قسما بالله ما كنعرف لا حليب ولا لحم ولا خضره، ولا والله ما عارفهم شحال كيديروا.
اقسم بالله العلي العظيم ما عارفهم شحال كيديروا. ونهار كتصيفطني نتقدى كندم على حياتها. انا راه كنمشي نهز ونحط كنجيب معايا الروسي كتشوفو كتشد البكيه كنعرف سيزي انا كنجيب الفلوس انا نساري ولادي، ولكن هي اللي كدير، هي اللي كدير، هي اللي كتبلاني. انا ما نعرفش نبلاني فحال مراتي، والله ما نعرف. هي صحيح في الولايات المتحده الامريكيه معروف العائلات هما اللي كيديروا الشوبينغ، هما اللي كيتقداو في لي سوبر مارشي وداكشي. الرجال ما كيمشيوش يتقداو قليل داكشي الا كانت شي ظروف، شي مرا مريضه ولا شي حاجه. اما العائلات هما اللي كيديروا كلشي. نزيدكم واحد الحاجه، مؤخرا كانت الزوجه ديالي سافرات وبقينا في الدار لي 10 ايام ولا 12 يوم، انا وولادي، انا وريان، حسام، ادم تيجي من الجامعه كيجلس معنا هنايا. اقسم بالله العلي العظيم احسسنا باليتم. عرفتي شنو احسسنا باليتم؟ احسسنا باليتم. شتي دارت بي الدنيا، واخا فشوني صحاباتها فشوني. انا صاحبتها كتجيب الغدا، الاخرى كتجيب العشاء، اخرين كيجيبوا الفطور، كيجيو الدراري يديو الدراري. اقسم بالله العلي العظيم الا احسسنا باليتم. ما يمنعكم انتوما الازواج المغاربه الزوج وزوج تعيشوا بحال هذه الحياه؟ ما يمنعكم، ما يمنعكم؟ انا واحد كيقول لي مراتي امي كنجلس في الدار كتجري عليا. عزيز علاه نبقى خدام كندور بالكاميو نهار كنجلس في الدار تطج وكيز حوايج وكيمشي للوطيل. عيبه عيبه الله، ما كتسولش فيه عيب. انا ما نقدرش، انا لا اتصور حياه بدون زوجتي وابنائي، ما يمكنش، ما يمكنش. الله يرحم لكم الوالدين، موده رجعوا شويه ديال الموده ورجعوا شويه ديال الرحمه. الزوجه تعنى بالزوج ديالها والزوج يعنى بالزوجه ديالها. شوف المراره كتكره راجل واحد، الله واخا تكون تطير، شي واخا تكون تطير، تكون انت هو طياره. المراه تكره الرجل البخيل، المراه تكره الرجل البخيل، البخيل تكرهه المراه. شتي المراه راجل يكون سكيري بعدا راه كينشط، كيجي كينشط معاه واخا تكون كيما كان، ويجي وبداو السكره ديالها كتعجبها. بعدا هي كيبدا يقول لها تي الملكه بالربي شنجي، وهي وطالق يدو فرحان. المراه تكره الرجل البخيل. اخواني اخواتي، اخر وحده غنقولها لكم، وحده راجلها ما كيطلقش ديال الكليم في الطوموبيل، كيقول لك يضيع ليسانس. بالله عليكم اي نوع من الرجال هذا؟ تتعرفوا فلوريدا كيفاش دايره؟ تعرفوا فلوريدا كيفاش دايره؟ فلوريدا والله العلي العظيم ما تقدر تحرك خطوه في الزنقه بالشموشات والصهد. وتي ولا حل الشرجم اصلا، ملي كتحل الشرجم كيجيك بحال اللهب كي سخون. علاش؟ كيضيع ليسانس. ارخص حاجه في امريكان كاينه هي ليسانس. احسنوا الى زوجاتكم، الزوجات احسنوا الى ازواجكم، شويه ديال الموده، شويه ديال الرحمه يرحمكم الله، شويه ديال الرحمه. والله انا استغرب صراحه، زوج وزوجه مزوجين وعايشين الجحيم، عايشين العذاب، علاش ما يطيحوش للطبله واحد الليله ولا واحد النهار ويتفقوا وينسجموا ويعيشوا السعاده ويعيشوا التفاهم؟ مزوجين 40 سنه 50 سنه كلها عذاب، كلها جحيم، كلها نقير، كلها فقصة. اش من زواج هذا؟ اش من ناقص من هذا الزواج بحال هكا؟ شويه التفاهم، شويه العقل، شويه ديال الرحمه، شويه ديال الموده والتقارب بيناتكم، وعيشوا حتى الاولاد السعاده والفرحه. الاولاد معقدين وكلشي معقد وكلشي طاج، اش من حياه زوجيه هذه؟ أمريكان صعيبة، راه الزوج والزوجة ما كيقدروش على الدراري، بقى عز الدراري كبروا يا إما مع الزوجة يا إما مع الزوج. أحسنوا إلى بعضكم البعض، أحسنوا إلى بعضكم البعض يرحمكم الله.
إلى هنا نصل يعني إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى أن تكون قد نالت يعني إعجابكم. لم يبقى لنا إلا أن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولقاؤنا غدا لا تنسوا لايك تعالى في حلقة أبوني. أخرى السلام عليكم ورحمة الله.